السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أحييكم بتحية الفلاح العراقي. يا هلا وشثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا إلى الأخوة مربين المواشي والإبل، وأيضا اللي عندهم محطات تحلية مياه المالحة. عندنا اليوم نبات علفي يتحمل ملوحة مياه البحر، وها هو نبات الرقل العلفي والتفرعات. ما شاء الله، شايفين شلون تفرعات؟ هذه التفرعات أكثر من تفرعات الجت، ما شاء الله. نخليه ارتفاع 80-70 سنتي ونحشه ونعطيه حق الحلال، ما شاء الله. هذا النبات اللي يتحمل ملوحة مياه البحر. طبعا هذه البذور ماله، والبذور فيها نسبة حبوب اللقاح جدا غزيرة، وراح نشوف النحل عليه. وأيضا ما يميز نبات الرغل حبوب اللقاح، وها هو النحل يجمع حبوب اللقاح من نبات الرغل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا راح نعطي علف الرغل للإبل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الرغل تحبه الإبل، ما شاء الله. وين أهل الإبل؟ هذا الرغل غني بجميع العناصر والأملاح، وأيضا نسبة البروتين 17%، ما شاء الله تبارك الله. هذا اخواني مربين المواشي عامة، الإبل البقر غنم، ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله، ما شاء الله تبارك الله.